يوجد في العالم 30 مليون عبد، هذه إحصائية رسمية، والغريب أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بكثير. في أمريكا لوحدها سنويا يوجد 100,000 فتاة تستعبد وتضاف لقائمة العبيد لديهم. لذلك تجد أن تجارة العبيد ثالث أكبر تجارة مربحة في العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. قد تقول الآن، هل يوجد عبيد في عصرنا الحالي؟ تخيل نعم، وأنت سبب في وجودهم ما وراء الكواليس. تجارة العبيد بالمناسبة هي أكبر من تجارة العبيد في عصر الجاهلية، بل أكبر من أي عصر من عصور التاريخ. يقول أحد المستثمرون فيها: لا تتاجر في المخدرات التي ستبيعها مرة واحدة، ولكن تاجر في العبيد، فالعبد الواحد ممكن أن تربحك أكثر من $1,000 يوميا، ولك أكثر إن أردت. من شدة رواج هذه التجارة تجد أن لها دول مصدرة ومستوردة. بانكوك في تايلاند تعتبر من أشهر المناطق المصدرة للعبيد حول العالم. تقول الإحصائيات أنه كل دقيقة تمر هناك يوجد طفل أو فتاة يتم شراؤه أو بيعه من قبل منظمات الإتجار بالبشر. واليابان تعتبر أكثر دولة تستورد من بانكوك، 70,000 فتاة تستورد سنويا للعمل في البارات اليابانية. وليست تايلاند فقط، بل دول كثيرة أخرى التي تصدر العبيد، مثل الصين، أوكرانيا، تشيك، نيجيريا، ومناطق ودول كثيرة أخرى. هذه التجارة لها معارض حتى ليعرضوا عبيدهم. مثلا في المكسيك يوجد مهرجان مخصص كل عام للإتجار بالبشر. في الخارج يبدو أنه مهرجان ثقافي، ولكن الحقيقة أن التجار يأتون ليعرضوا ويستبدلوا ويبيعوا وضائعهم. طبعا عندما يأخذون هؤلاء العبيد يكون مصيرهم متعدد، إما تجارة الأعضاء أو استغلال أطفال والنساء جنسيا أو إجبارهم على العمل في الممنوعات إلى آخره. ولكن أكثر وأهم دافع وربح من تجارة البشر هو الإباحية، فكلما زاد الطلب على الإباحية كلما زاد الإتجار بالبشر، وهذا ما تثبته الإحصائيات. فمواقع الإباحية تجني أضعاف ما تحققه مواقع التواصل الاجتماعي المعروفة. $89 تصرف كل ثانية على الإباحية، $3 مليار هو ربح أمريكا فقط من المواد الإباحية. تخيل أنه من 16 عام كان صافي العائد المالي من المواد الإباحية هو $97 مليار، ولك أن تتخيل كم أصبح الآن. طبعا المرأة أو الطفل المباع أو المختطف من فطرته أنه يقوم بالمقاومة ومحاولة الهرب في البداية، ولكن في المقابل يقوم المختطفون بزيادة التعذيب والضرب والاغتصاب الجماعي حتى يفقدوا الأمل في المقاومة مرة أخرى ويقبلوا بوضعهم. وهذا ما اشترك في قوله جميع الضحايا استعباد البشر الذين نجوا بإعجوبة. أقول نجوا بإعجوبة لأنك عندما يستعبدونك لن تنجو حتى لو أوشكت على الموت. فمن يديرون هذه التجارة من العصابات والمجرمين حتى لو اكتشفوا أن من استعبدوه مصاب بالإيدز ولا يصلح العمل في الإباحية، لا يطلقون صراحة إطلاقا، بل يجعلونه يمارس الفاحشة مع أكبر عدد ممكن من الناس، ويستغلونه قبل أن يموت، ويربحون من جسده ما يمكنهم ربحه، ولا يهتمون إطلاقا لانتشار هذا المرض لغيره. وهذا الأمر حدث فعليا في الهند في مدينة بومباي. اكتشفوا أن ثلث العاهرات في بيوت الدعارة مصابة بالإيدز، وأشباه الرجال الزائرين يأخذونه وينقلونه إلى زوجاتهم، وبالتالي انتشر الفيروس بشكل مفجع هناك، وتحول الأمر من بضع حالات إلى أكثر من 250,000 حالة مصابة بالإيدز في الهند، والعدد في تزايد. في عام 2011 في مدينة ميسوري تم القبض على رجلان قاما بإجبار فتاة معاقة ذهنيا من خلال الضرب والصعق والخنق وعلى تصوير فيلم إباحي، كما أخبر الشرطة بعد القبض عليهما. لك أن تتخيل، يعني حتى المرضى لم يسلموا من هذه التجارة. وعندما سألتهم الشرطة عن سبب قيامهم بهذا الفعل الشنيع قالوا هذا بناء على طلب الجمهور، فأغلب الجمهور مل المحتوى الإباحي العادي وأصبح يفضل المحتوى الشاذ. فوراء كواليس هذه النقطة أن من يشاهد الإباحية هو بشكل أو بآخر سبب في رواج تجارة استعباد البشر والجرائم التي تحدث بها. وهذا ينقلنا للنقطة التالية في هذا التحقيق. في دراسة تحليلية ل 124 دراسة سابقة توصل الباحثون إلى أن مشاهدة الشخص للإباحية لمحتوى يحتوي على عنف تجعله يتقبل فكرة الاغتصاب بل ويفعلها. وهنا دعني أعرفكم على صاحب هذه الصورة، تيد بيندي. هذا الشخص في الصورة هو قاتل متسلسل قام بقتل وذبح أكثر من 30 امرأة وفتاة في فلوريدا، حتى أنه يعتقد أنه قام ب20 عملية قتل أخرى غير 30. الغريب أن تيد لم يكن مدمن على الكحول ولم يشرب السجائر حتى في حياته، وهو من عائلة محافظة ولديه أصدقاء طبيعيين، ولم يتوقع أحد من عائلته أنه في يوم من الأيام سيكون
تيد من أكثر القتلة المتسلسلين في أمريكا، ويقوم بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة وفتاة. في التحقيقات تبين أن السبب وراء قيامه بعمليات اغتصاب ثم قتل هو إدمانه على الإباحية، وهذا ما اعترف به بنفسه في مقابلة مصورة قاموا بإجرائها معه قبل إعدامه. شاهد. I say pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is it once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction, like other kinds of addiction, I would keep looking for more potent, more explicit, more graphic kinds of material. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. في إكمال المقابلة يقول تيد على لسانه بالمختصر أنه طوال مدة مكوثه في السجن، والتي بالمناسبة امتدت لأكثر من 10 سنوات، يقول أن جميع المجرمين الذين قابلهم هناك، سواء كانت جريمتهم قتل أو اغتصاب أو غيره، لاحظ أنهم جميعا بدون استثناء كانوا مدمنين على الإباحية، وأنهم أنفسهم لم يتوقعوا قط أن يقدموا على الجرائم التي فعلوها. فوراء كواليس هذه النقطة أن من يشاهد الإباحية معرض لأن يصبح مجرما. من شهر واحد فقط نشرت جريدة ألمانية خبر مفجع جدا، أعتقد أنك لن تتحملها أيضا كما أنا الآن مشمئز منه. عثروا على ملايين المقاطع المصورة لعمليات اغتصاب لأطفال رضع لا تتجاوز أعمارهم الشهور. مدة الفيديو الواحد 40 دقيقة، حيث يقومون باغتصابهم والأطفال يبكون وينزفون ومنهم من يموت. وبينت تحقيقات الشرطة أن هذه الممارسات بدأت من عام 1993، أي قبل 29 عام من الآن، ولكن تتخيل مقدار الشناعة جرائمهم في يومنا الحالي. فوراء هذه النقطة دائما يوجد علاقة طردية بين الإباحية وبين معدل الخطف، فكلما زادت الإباحية والطلب عليها كلما زادت معدل الجريمة والقتل والاغتصاب والخطف. وهنا ننتقل لجوهر الحلقة. لو فكرت بتمعن ستجد أنك أنت ربما سبب في إثم وذنب كل من يقتطف ويقتل ويعذب من البشر في تجارة العبيد، وستجد أنك مشارك معهم وأنت لا تدري. فمع كل دخول للمواقع الإباحية تزدهر تجارتهم وتتنوع وسائلهم وشذوذهم، وأنت لا تأخذ فقط إثم البصر وعدم غضه، بل والله أعلم تأخذ آثام كالجبال العظيمة، وتخسر تجارتك مع الله عز وجل، وتأخذ إثم وذنب كل من يستعبد بسببك. يقول أحدهم: إذا وجدت موقع إلكتروني يقدم لك خدمة مجانية فاعلم أنك أنت السلعة، فلا بد أن تعرف ما وراء كواليس مشاهدتك للإباحية. لذلك لا بد أن تتوقف عن المشاركة بهذه الجريمة، وإن ساقتك نفسك إليها تذكر أن كل الأرقام التي ذكرناها ستزداد بسببك والإثم عليه. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.